واضح كده؟ تمام. نرجع تاني للموضوع، هيجي لك حاله في قلب الاستقبال بريفوندايتس، اول ما تشوف المنظر ده ما يعني لا حولها انف واذن على طول، لا ما تحولش انف واذن على طول ولا تحول رمد على طول، انت دكتور وفي فتره الامتياز او التدريب بتتعامل كانك شبيه، لانك انت هتتنقل من عندنا هتروح المكان اللي انت فيه تقضي الخدمه او التكليف بتاعك، مفيش حد معاك، انت مش هيبقى جنبك انف واذن اصلا، ولا جنبك رمد ولا جنبك جراحه، لكن مش كل عيان هيجي لك هناك في قلب الوحده الصحيه او مكان الخدمه بتاعك يحول الى كذا، ما ينفعش. لا انت الصح ايه؟ مش انت راجل دكتور محترم، انت هتكتب له العلاج وهتقول له هتروح بكره انف واذن، هتكتب له العلاج وتقول له تعالى بكره انا هبص عليك وبعدين اشوفك هتحتاج تحويل ولا لا. لا انت حالا اهو هتطلع من عندي هتروح المستشفى حالا. ليه؟ لا انت مالكش علاج عندي هنا، انت حاله ماستودايتس وهتحتاج تدخل وهتحتاج حجز. طب انا ودني بتوجعني يا دكتور. لا يا حاج انت مش ودنك بتوجعك، انت راجل كبير ودايبتك وعندك ملينك اكسترنا، ولو فضلت في قلب البيت ممكن وشك تاني يوم يتعوج ويحصل فيه فشل، لازم تروح المستشفى، انا مش هقدر اكمل معاك. طب حاجه للصبح ممكن تديله انت بيتك للصبح ويروح. فكرتك ان انت تحول العيان او تخليه عندك او يتابع عندك اتس ان ارت، ودي فكرتك ان احنا نعرفك الليمت بتاعتك فين، انت امتى تحول العيان وامتى تكمل. العين اللي زي ده انت من حقك تعالجه خلاص، بريكوندرايتس انت عارف ان هو انفلاميشن، هتدهن له ودنه كلها بلوكال انتيبيوتيك وكورتيكوسترويد عشان الايديما اللي موجوده، تدي انالجيزيا زي الدوبروفين بانواعه، تدي سيستميك انتيبيوتيك وركز على الجرام بوزيتيف زي الفيرست جينيشن كيفيروسبورنج او الامبسيلين والاوجمانتيد امبسيلين، وادي له انجكشن والريسبونس بيبان في خلال 24 ساعه او بكتير 48 ساعه، هتلاقي الحاله بدات تتحسن، شفت على الاورال وخليه يكمل معاك ما تحولوش يعني. انما لو هو مش مستجيب وشايف ان الدنيا بقت اصعب كويس حوله عشان ما توصلش للمنظر ده اللي هو كله فلاور اير، طبعا ما حدش يحب المنظر ده. من الحاجات المشهوره جدا 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 يجي لك العيان في ايام العيد بالذات بحكايه الخرز، لما تكون خرزه في قلب ودن. طيب خرزه في ودن انا هعمل ايه بقى من الاول وانا شايفها بالمنظر ده؟ اوكي، الغلطه الكبيره اللي بيحصل ان هو يجيب فورسكس ويحاول يمسك ده، ايه اللي يعني هيحصل؟ لما يجيب فورسكس هتقوم داخله جوه، يقوم يحاول تاني يحصل كويس، يعمل ابريجن موجوده وتتحشر جوه وممكن تخش على الدرام. يعني هو عقليا كده ما ينفعش تمسك فورسكس بتاعتك، انت لازم يكون عندك الالات، عندك حاجه زي الهوك بتدخلها وراها وتقوم ساحبها، وانت مالكش اللوان التمب بس، يعني انت تحاول مره واحده بس، لو لقيتها ما جتش معاك ما تحاولش، لان الطفل فقد الايه؟ ده عاده ده انا شايف واحد كبير عاده ده طفل صغير، هو انت بتضحك عليه اول مره لكن تاني مره هيتحرك هيعمل لك مشكله. طيب ايه الاوبشن اللي انا اعملها لو انا شفت المنظر ده؟ ان انا يكون عندي هوك، بلاش الفورسبس خالص، لان الفورسبس لو انت مسكت بيه هيتزحلق تخش على الدرام، يكون عندك هوك، او لو عندك سرنجه وفيها ورم ووتر ممكن تغسل بالراحه هتبدا تطلع معاك. طيب ما طلعتش معاك خلاص، دي مش حاجه خطيره، انت ممكن ده تقول له طب خلاص انا ايه بكره هحولك انف واذن لو انت في مكان يعني بعيد، لكن لو معانا في المستشفى يطلع النايب فوق عنده كذا اوبشن موجود، حتى ايفن في بعض الحالات ان احنا ننام جنرال اساسي. هل هو ده طوارئ؟ هو طوارئ بس مش عاجله، يعني مش لازم جالك الساعه 2 بالليل تقول له لا يعني هنعمل حاله، ممكن يبقى الصبح مش مشكله. على عكس المنظر ده لو في حد جاي انسكت بالمنظر ده كده طبعا ده لا يطاق، لازم تتصرف فيه فورا. لما تلاقي فورين بودي انسكت بالمنظر ده، هو ده عاده بيكون الصرصور دايما هو المشهور في الحاجات زي دي او نمله او كذا كذا، انت اول حاجه تعملها ان انت كل هذا الايه الكائن اللي داخل. هتكل بايه بقى؟ ينفع احنا الكلام ده قلناه بقى طبعا زمان الناس بتفكر ينفع نحط ميه؟ لا طبعا الميه ما تتفاعلش مع الحاجات دي، هي فيها كل الحشرات هي محاطه بالسكيوتوم بتاعها في ماده شمعيه، فبتخلي السيرفس تنشن ترفع الايه الحشرات دي فتخليها اريتيت اكتر، تلاقي جاست ان انت تحط ميه تلاقي الايه البيشن قدامك يترمي في الارض. لا انت اقتله بحاجه السيرفس تنشن بتاعتها اقل، زي ايه؟ زي الكحول او حاجه اعلى منه كتير زي الزيت. لو انت عندك زيت، لو انت في قلب الاستقبال وعندك كحول هتحطه، ده عاده هيقتلها كويس، او لو انت في البيت وجالك هتحط زيت، جاست ان انت كده خلاص دورك انتهى، عندك فورسبس حاول تشيلها، عندك شفاط حاول تشيلها، مش عندك حول انف واذن. لكن مش هينفع واحد يجي لك بالمنظر ده تقول لا انا مش هقدر اعمل لك حاجه، اتصرف لو سمحت اتصرف. انت يعني المفروض ان انت كجي بي وجات لك حاله بالمنظر ده وانت حتى في البيت لو خبط عليك هات ازازه الزيت اللي عندك ولا ودنه، انت كده عملت اللي عليك قوي. انا ما عنديش بقى الات اروح المستشفى، لكن لو انا في المستشفى ما اقولش للحكيمه هات ازازه زيت ايه بقى؟
انت هتجيب كحول من جنبك وعندك الفرشه الشفافه تتصرف في الفورم بودي دي، ودي هتجيلك كتير جدا 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 خصوصا في المستشفيات دي. الحاجه الثانيه اللي ممكن تجي لك او حد يتصل بيك يقول لك انا ودني بيجيب دم، ودني بيجيب دم دي يعني حط تحتها 100 خط، يعني دم بيور يقول لك اه دم بيور، يعني دم معاه صديد لا هو ده. ايه الاسباب؟ ممكن تكون حاجه سيمبل اوتيتس اكسترنا زي ما احنا قلنا عليها، ودي سيمبل. ممكن يكون تروما، ممكن يكون تروما كبيره زي هيد انجري، او يكون واحد عمل عمليه. انت لما يجي حد يقول لك ودني بيجيب دم هتساله عده اسئله تتوقع من الاول، هي ودنك بتوجعك؟ يقول لك اه دي اوتيتس اكسترنا. حد خبطك على ودنك؟ اه دي عاده تروما. انت عامل عمليه في ودنك؟ اه انا كنت عامل عمليه ايه من 3 4 اشهر، كويس، ودي رياكشن لها بعد كده ودي بتحصل. او الحل التاني ان هو يجي لك يقول لك ان هو يكون في العنايه، يجي لك في العنايه بالمنظر ده يقول لك انا عاوز اعمل عرض انف واذن. ليه عرض انف واذن؟ يقول لك ودنه بتجيب دم. عاده الودن اللي بتجيب دم مع البولي تروما بالمنظر ده كده، ده عاده بتكون سكال بيس فراكشن. وطبعا احنا عارفين اللونجيتيرنال ولا ترانزفيرس، لا عاده ده اللونجيتيرنال. اللونجيتيرنال فراكشر عاده بياخد مع الدرام فبيحصل بليدج بالمنظر. المنظر اللي زي ده يعني حتى احنا كاخصائيين واستشاريين ما بنعملش اكزامينيشن خالص لايه في المنظر ده. ليه ما بنعملش اكزامينيشن في المنظر ده؟ لان عاده دي الدنيا مفتوحه على السكال بيس، اي اله بتدخلها انت هتعرض العيان لاكثر الانفكشن ومن الفيروس. ده مش ايرجنت بالنسبه لنا على عكس اللي احنا متوقعينه خالص، لا احنا بنقول لهم العيان هيفضل معانا كويس لغايه ما الكونشس بتاعه تبدا تهدى كويس ويبدا يبقى واعي ويخلص كل البوليت روم اللي موجود واحنا هنيجي. طب ايه الحل؟ نحط نقط في ودنه؟ لا، امال هنعمل ايه؟ جاست ان احنا هنعمل ازاله للبلاد كلوتس اللي موجوده ونعمل غيارات على الاذن بس مش اكتر من كده. يعني انا لو طلعتك تعمل عرض بالمنظر ده وشفته حتى لو ودنه بتجيب نافوره دم انت مش هتدخل، انت جاست ان انت بس هنمسح الدم اللي موجود وهنعمل فولو اب لغايه ما يخف من الحاجات الثانيه في خلال 24 ساعه 48 ساعه يخلص. وبعدين عاده الدنيا دي بتكون سبونتينيوس الا لو انت استشاروك ولقوها فيشل باراليسيس معاها. فيشل باراليسيس دي لها موال ثاني هنقوله بعد، وهو ده اللي احنا هنقوله. لو حاله جت لك بالمنظر ده في الاستقبال ايه اللي حصل اللي موجود؟ وشها معوج بالمنظر ده كده وعينها ما بت ايه ما بتقفلش. اتصرف ازاي مع الحاله دي؟ او انا اعرف الدايجنوز بتاعها ازاي؟ هل هي انف واذن ولا مخ واعصاب ولا فاتحه عينيها نبعتها رمض؟ اول حاجه تعرف الكي بوينت اللي معروفه ان ده ابر موتور ولا لور موتور. لو هو ابر موتور ده انت هتحولها مخ واعصاب، لو هو لور موتور ده عاده بيكون حاجات اللي لها علاقه بانف واذن تحولها لنا. طيب الابر موتور دايما بيكون انكمبليت عاده وبيكون معاه فور هيد سبيرنج. يعني ايه فور هيد سبيرنج؟ يعني هي بتحرك الفور هيد بتتحرك معاها وخصوصا لما تعمل شوكينج معاها. انما اللور موتور بتكون هي كومبليت كومبليت بما فيهم الفور هيد. انا كده من اول نظره لما تقول لها حاجه انت جايه ليه وتبدا تضحك تلاقي نص الوش اللي موجود هنا ما بتحركش، ده كومبليت، ده معناه اللور موتور. اوكي، لقيت الجزء ده بيتحرك ده ابر موتور، ده عاده حاجه في البرين وهتحولها مخ واعصاب هو اللي هيبدا يتصرف معاه. انت تحط في دماغك ان في اسباب كثيره لو هو اللور موتور، ممكن تكون حاجات انترافينيال او انتر تيمبورال او اكسترافينيال مش شغلنا. الفكره كلها ان انت نص كومون اللي انت هتشوفه في كل 9 حالات اللي هو الايديوباثيك بيرس بولس. اذا بالترتيب لما تجي الحاله وشها معوجه بالمنظر ده اول حاجه تعملها تحاول تيتش، يعني عندي كام سنه بحيث ان هي تحاول تضحك. لقيت الفور هيد بتاعها الفور هيد بتاعها في اطفال معانا في الليل الفور هيد بتاعها بتحرك، اعرف ان هي ابر موتور فهتروح مخ واعصاب. لو هي لور موتور انت كل بتروح للنص كومون، كل 10 حالات بتلاقي في 9 منهم بس اللي هي بلس بولس. بلس بولس دي انت من حقك تعالجه، اه من حقنا او نعالجه. لو انت لقيت الدنيا كلها كومبليت خلاص وما فيش فيها اي كومبليكيشن، احنا بندي كورتيزون بنزول 30 مللي جرام كويس في اليوم، وبنبدا نسحبه على مدى 12 يوم وبندي اسايكلوفير. لكن احنا في حاجات لازم نعمل فيها ايرجنت ان احنا نعمل ريفيرر لحالات الفيشر بولس دي. لو انت بصيت في ودنه لقيت بالجنج جرام، ده معناه ان هي كومبليكيتد اير، ان هو مش جاست بيلس بولس. بولس بولس ده هو اسهل حاجه في الموضوع. او لو اللي انت لقيت العين بتاعته ما بتقفلش ويحصل كارياتايتس كويس، لازم تحوله طبعا للرمض عشان هم ليهم اي كير موجود. لكن انت التشخيص الاولي اول ما يجي لك حد ما تخطش، انت بس توجهه لمين؟
تبص عليه كده تقول له بمنتهى البساطه تقول له نكته، يعني حتى لو اتم هيبدا يتحرك. طب حرك وشك، لو لقيت الفور هيد بيتحرك ده معناه ان هو ابر موتور، ده حاجه في الهاير سنتر، اطلب له سي تي وحوله مخ واعصاب، ممكن يكون مع حاجه ثانيه. لو انت ما لقيتش ده لور موتور، ابدا بص في ودنه، لقيت في مشكله في قلب الدرام، ده عاده كومبليكيتد اير، حوله انف واذن على طول. طيب ما لقيتش مشكله في الدرام، ده عاده بلس بص، ممكن تبدا العلاج ده، تبدا كورتيزون وايه هيتابع علاج طبيعي. لو لقيت الاي بتاعته هيحصل فيها كاريتايتس، هتبعته برده الرمد، عرض الرمد يبدا يتصرف معاه. دي الحاجات الموست كومن اللي هي ممكن تجي لك في الاير كحاجات تتصرف فيها بسرعه. ايه الحاجات اللي هي ممكن تجي لك في النوز؟ اكتر حاجه بتجي لك في النوز اللي هي الايه، التروما. مناخير ده جزء واضح عندنا، فدايما يحصل فيه تروما ويحصل فيه فراكشر بالمنظر ده. اول ما يجي لك الفراكشر بالمنظر ده كده كويس، حاجه من الاثنين، ده يجي لك الدنيا كويسه ولسه النهارده ومفيش إديمة كويس، ده انت ممكن تعمل له ريدكشن في ساعتها، يعني انت لو وقفت وراه وريدكشن حسيت بكليك هتقوم راجع مكانها تاني. لكن مش يستحسن نعمل الكلام ده، يستحسن انت تمشي سيستماتيك كميديكو ليجل. اول ما يجي لك حاله فيها فراكشر، فيها قديمه ما فيهاش قديمه، اعمل له اكس راي. اكس راي هيبين شويه حاجات معانا، هيبين ان كانت التروما دي لوكالايز لقلب النوز، عاده هتكون لوكالايز، لان هي لو مش لوكالايز النوز فيها فراكشر في الماكسيلا ولا كده، الدنيا مشتقه بالنظافه دي خالص، هتلاقي دايما في مشاكل في الاي وركن اي وفي مشاكل ثانيه. لكن خليك ماشي سيستماتايز في دماغك، اول ما يجي لك حاله فيها فراكشر نوز يعمل لها اكس راي لاترال فيو، هيبان الفراكشر. لو هو ما فيش اديمه ولا حاجه ممكن ترده بصبعك ساعتها، ممكن يرجع يقف جنبه كده وتقوم رده ايه من هنا، هيرجع مكانه خلاص. طيب لو لقيت فيه اديمه، عاده لنا كانف واذن ولا حد ثاني هيتدخل فيه، احنا نديله 6 أو 7 أيام انتي قديمه وندي بروفلاكتيك انتي بيوتيك كويس، وبعدين يرجعنا تاني لغايه ما يرجع للصوره الاولانيه، وبرده نكسر له مناخيره تاني، يعني في الاول والاخر هنكسرها له وهنرجعها له تاني. لكن احنا ليه ما بنعملش في القديمه؟ لان في القديمه احنا ما عندناش لاند مارك، يعني مش شايفين الحدود اللي احنا بنرجعها ايه، لازم نرجعه للمنظر ده. لو هو جالك ايرلي زقه بصبعك هيرجع تاني، هتلاقي فيه تك تحت ايدك، لقيت في قديمه استنى 7 أيام. لكن الامور مش بتمشي زي ما احنا متخيلين، عاده او في بعض الاحيان ولو حتى 30% بنلاقي القديمه اللي موجوده دي بتخش بتعمل سيبتر هيماتوما، دي كارثه. يبقى اذا انا ما انشغلش بالديفيشن اللي موجود، لا انا ارفع مناخيره بالمنظر ده وابص كده، لقيت فيه بالبلجنج اللي موجود بالمنظر ده كده، دي حاجه اسمها سيبتر هيماتوما، دي ايرجنت، دي ما تستناش الصبح، دي لازم تبات انف واذن اندر جنرال انستيزيا، بنفتح ونفضي وبنعمل حاجه اسمها ايه، باك. يبقى اذا البروتوكول اللي هتاخده في الفراكشر، اول ما يجي لك حاله فراكشر هتعمل حاجتين اثنين، هترفع مناخيره لفوق وتبص المنظر ده كده، لو لقيته لا ده هتطلب برضه الاكس راي وهتبعته لايه، لانف واذن. لقيت المنظر ده مش موجود، لقيت النوز عاديه خالص، ايه النوز العاديه اللي هي بالمنظر ده كده، ده السبطه ما هو التيرمين عاديه خالص، لكن ما تبقاش بالمنظر ده، المنظر ده فيه هيماتوما لازم تتصرف معاه. طيب نلخص تاني الموضوع، جالي عيان فراكشر نوز، فراكشر نوز ده ايا كان هنعمل حاجتين اثنين مبدئيا، هنعمل اكس راي كميديكو ليجل وهنرفع مناخيره كده نبص فيه هيماتوما ولا لا، ما لقيناش فيه هيماتوما نبص على الشكل العام، لقينا الفراكشر لسه جديد وما فيهوش اديمه والدنيا واضحه قدامي، بصبع اتك عليه يرجع تاني، مفيش مشكله خالص. طب انا لقيت اديمه، طب لقيت اديمه هديله علاج لمده اسبوع واقول له بعد الاسبوع يروح انف واذن، اشمعنى بقى بعد اسبوع انف واذن؟ بعد اسبوع مش هيقدر يضغط بصبعه، لا ده هو هينيمه اندر جنرال انستيزيا وهنكسر له مناخيره تاني ونصلحها. الحاجه المشهوره جدا جدا اللي هتجي لك برضه النزيف، النزيف او الابستاكسس من قلب النوز، ده من الحاجات اللي في الطوارئ هتيجي، سواء في الاطفال الصغيرين او في الناس الكبار. دايما في الاطفال الصغيرين بتيجي افتر ديجيتال تروما، يعني الولد اللي بيحط صبعه في مناخيره، الحاجه الثانيه افتر ابر ريسبيتوري تراك انفكشن، يعني الولد كان عنده مشاكل ادوار برد وكده وبعدين حصل نزيف، وده بتكون عاده بتكون حاجه سهله. الادلت بيكون اصعب لان قد يكون تروما، والتروما اللي احنا قلنا عليها جزء من بوليتروماير او يكون عندنا انتيرو بليدنج موجود، ده عاده بيجي من ليتل اريا، ليتل اريا دي اللي موجوده في منطقه تلاقي الانتيرو اسماين والجريتر براتاين والسبورو ليبيا، المنطقه دي كلها كده بيكون فيها تلاقي الارتريوز دي، فبيكون ضعيفه جدا، سموها ليتل اريا عند بعض الناس بتكون ضعيفه.
او يكون بتشتري بيستاكسس دايما يجي في الناس الكبار زي الدايبيتس اللي قلنا عليها, ودايما الناس الهايبر تنسل. يعني اذا لازم نفرق, لما يجي لي شايل صغير عاده هتلاقيه كان عنده دور برد وبيفحر في مناخيره والموضوع بيتكرر عنده, ده الموضوع سهل. لما بيجي في الكبار انا هشوف حاجه من الاثنين, لا يكون هو الابستاكسس جاي من انتيرو, ده بيكون سهل برده جاي من الليتل اريا وعاده بيكون من ناحيه واحده في الانتيرو, وده بقى اخيرا بيحتاج كوترايزيشن يعني او تعمل له باك وتحوله زي ما انا عامل. لو جاي بستوري ده اخطر, عاده بيكون واحد كبير في السن وعنده الضغط. انت من اول وهله كده تقوم ايه يعني الشطاره اللي انت متوقع البريدسبوزنج فاكتور, لما يجي لك طفل بينزل تقول له الموضوع ده بيتكرر عليه, اه بيتكرر عليه الولد ده كان عنده دور برد, اه بندور عليه بيحط صبعه في مناخيره, بيقول لك لا ما بحط صبعه في مناخيره, وهو واقف قدامك هتلاقيه بيحط صبعه في مناخيره. هو دايما الاولاد اللي هم بيحط صبعه في مناخيرهم ده دايما عندهم موضوع البريدنج. لو لك واحد كبير ولقيته بينزل من ناحيه واحده ده عاده من الليتل اريا, جالك واحد داخل عليك وبقه قاعد ينزل دم وبيجيب من مناخيره كمان من ناحيتين, ده عاده 100% هايبر تنسل على طول, قيس له الضغط على طول لان ده عاده ايه هايبر تنسل. قد يكون البليدنج كتير جدا جدا لدرجه ان هو يدخلك في الشوك, فطبعا تاخد الاي بي سي اللي احنا عارفينه الاير واي والبريسنج والسيركيليشن وتقيس الضغط, تاخد الميديكال هيستوري, وخصوصا خصوصا خصوصا الضغط. لما يجي لك واحد كبير في السن وبينزف وبيطلع النزيف من بقه على طول انت بتاخد علاج الضغط, قيس له الضغط على طول. وحبذا كمان انت تشوف حاله الليفر اللي موجوده, يكون هو عنده حاجه في الليفر فعنده سيستمين ديسيز, ادويه بياخدها زي الاسبرين, تعرف ان الموضوع طيب ايه المانجمنت بصفه عامه. لما هنعمل لوكال بريشر لهم كلهم, لما يجي لك حد وخصوصا في الانتيرو استاكسس في الاطفال الصغيرين او الكبار, جاست ان هو يضغط على مناخيره الامور بتبدا تتحسن. طب يرفع دماغه فوق؟ لا طبعا يرفع دماغه هينزل من ايه بص النيزل فهيعمل مشكله اكتر. لا اللوكال ابيستاكسس دايما خليه يضغط على ايه مناخير. الخطوه اللي بعد كده دايما في اللوكال ابيستاكسس احنا بنعمل كوتري, يعني هتحوله عندنا في انف واذن احنا هنعمل له كوتري. لكن البوستيرو ابيستاكسس ده المشكله, البوستيرو ابيستاكسس ده بيبقى جاي من السفينوبراتين ورا وبيرمي ورا. نص العلاج عندك قبل ما تحوله له, لو سمحت شوف ايه الجنرال بتاعته. هيجي لك عيان بالمنظر كده كويس, هتقعده كويس, هتحاول تشفط له من مناخيره, تحاول تحط له نيزل باك, والنيزل باك اللي انت هتحطها ما تحطش عليها ادرينالين. لما تروح مستشفيات الصحه يقول لك حط عليها ادرينالين, لو سمحت ما تحطش عليها ادرينالين. انت ممكن تحط عليها سايكلوكابرون, ممكن تحط عليها فيتامين كاف, هو ده كل دول بيشتغلوا لوكال. بلاش تحط حاجه فازو كونستريكتور عليها لانه قد يكون ضغطه عالي جدا, وبس ان انت تحط ادرينالين زي ما هم متعودين في مستشفيات الصحه تقوم الضغط ارتفع اكتر يحصل بالهيمج. لو سمحت ما تحطش عليها الحاجه دي, جاست تحط باك وابدا قيس له الضغط. عاده هتلاقي الضغط بتاعه عالي كويس وعنده هيستوري كمان من ليفر في معظم الاحيان. فانت في الوقت ده عمال انت بتحوله لي لان ده هتحتاج تحويل لان انا هعمل له نيزل باكينج. انت في الوقت ده تحاول تنزل له الضغط وتدي له حاجات سيستميك واجرنت زي الايه زي الكابرو وزي الفيتامين كاف. الفيتامين كاف ده كويس جدا جدا, واهم حاجه ان انت تطمن العيان تقول له ما تخافش خالص الدنيا كويسه, ترى فقط دم كتير جدا وقاعد يقول له لا ما تخافش ممكن تعلق له فلويد وتعمل له الاي بي سي بتاعه لغايه ما يبقى ستيبل خالص وبعدين تحول. عاده لما بيجي لنا كويس احنا بنعمل له حاجه اسمها نيزل باكينج خصوصا البوستيرو ده, دي بتبقى انت مش هتعرف تعملها لان او اللي هياخد معانا انف واذن هيعرف يعمل في نوع من جاهز اسمه بروسيد او نوع اسمه فازلين, بنفضل نمد الانف كده. ايه فايده ان احنا بنعمله ده؟ ان احنا لما بنعمل كومبريشن لمده 48 ساعه الارتر اللي فاتح ده كده يحصل فيه كواجريشن سيستم يشتغل وبيبدا يقفل خالص ويحصل هيلينج للموكوزا اللي موجوده عليه. طبعا في حاجات يعني في اماكن بتبقى متجهزه اكتر يتحصل زي الكاستر. كاستر بالمنظر ده مش كاستر طبعا بتاعه البوليه, لا دي كاستر بتاعه النوز بتتنفخ بالمنظر ده كده, ده الجزء بتاع النوز وده الجزء بتاع النيزوفارينكس بيوقف البريد. في حاجات تانية طبعا لو انت في مكان غني او 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 العيان انا بقى عارف ان هو هيطول معانا وانا مش هقدر افك له الباك, في حاجات ابزوربابل بالمنظر ده زي السيرجيسيل. طبعا ده غالي يعني السيرجيسيل ده دي في حوالي مثلا 600 جنيه هتحطها في مناخيره, بس انا بقى مضطر ان انا احطها ليه؟ لما يكون في عيان هيباتك وهيطول فانا بحط له السيرجيسيل ده, ده اوبشن تاني. او في مروسيل, المروسيل ده بتبقى جاهزه بالمنظر ده. ايا كان يعني هتبقى صعبه ان انت تعمل الحاجات دي في بيتك لو انت مش مدرب انف واذن, انت بس جاست توجه الامور. جالك طفل صغير هتبقى عارف ان هو بيفحر في مناخيره وكان عنده دور برد, هتدي له ميديكيشن وجاست ان انت تمسك مناخيره او تعمل له انت باك بقطنه صغيره كده الدنيا هتتحسن عنده يعني.
جالك واحد كبير وبينزف من ناحيه واحده، ده عاده انتيرو بيستاسيس، ده سهل جدا، ده جاست ان هو لو ضغط على مناخيره الدنيا هتقف وهتبعته لي يعمل له كي بدون ما انت تعمل اي بي سي. انما بوستيريو بيستاسيس خف جدا جدا، لان ده عاده بيكون ايج، وبيكون عاده زعل في قلب البيت فضغطه ارتفع جدا وهو هباتك وبياخد حاجات اخف منه، لان العين ده ممكن يموت منه. اذا الصعب البوستيريو بيستاكسس، اعرفه ازاي ان هو بيجيب دم من مناخيره قاعد يعني بيجيب كميه دم كبيره جدا جدا، ده تنيمه وتنظف الدم اللي موجود وتقيس الضغط بسرعه كويس وتبدا تنزل الضغط لان عاده هيكون عالي طبعا، الا ان كان هو دخل في شوك، ومن حسن الحظ لو هو دخل في شوك الدم هيقف يعني، فانت تبدا ترجعه تاني، ولما ترجعه يبدا يجيب بليدنج من تاني، فتبدا في الفتره دي تحضره يعني. يعني لو الدم وقف وهو جايب المنظر ده عاده يكون ممكن يكون دخل في شوك، وانت الحاجات دي هتاخدها ايه تبع الجراحه يقول لك ازاي تتعامل مع الشوك ده، يعني هي موضوع كبير. انما انا فكرتي كلها ان انت في الفتره اللي زي دي تدي كواجنانت عشان الفيتامين كي وتظبط الضغط بتاعه وتبدا تجهزه، لانك ده لازم يتحول، ده انت مش هينفع ايه وهو في الطريق ممكن تحط له قطنه، والقطنه دي ما تحطش عليها ادرينالين لو سمحت، تحط عليها ايه فيتامين كي كويس طبعا. يعني ده المرسيل، لو انا توقعت من المرسيل ده بقى حاجه صغيره جدا جدا جدا، لو انت مالكش في الباكنج جاست ان انت تحطه في مناخيره هينفش بالمنظر الايه البشع ده، طبعا ده مش صح خالص، احنا لنا طريقه معينه وممكن نعملها اندر جنرال اناليسيس. من الحاجات الارجنت اللي ممكن تجي لك فورم بودي نوز. ليه الفورم بودي نوز؟ احنا قلنا الفورم بودي اير ده ما كانش خطير جدا، ممكن يستنى لغايه الصبح هيجرى ايه، انما الفورم بودي نوز فيه مشكله ان هو لو احنا عملنا الاكتمب بتاعتنا وفشلنا هيبدا يرجع للنيزوفانكس هيقوم نازل على اللنج، ده هيعمل لك مشكله كبيره جدا جدا جدا، ده يعني ما تحاولش فيه يعني، ده نصيحه انت كامتياز جاست ان انت شخصت فورم بودي نوز ما تحاولش فيه، لان المحاوله في الفورم بودي نوز قد يعمل اسبيريشن يدخلنا في مشكله كبيره. انت في الحاله زي دي معلش حاول الحاله دي بلاش تحاول فيها، لان احنا ايفن في انف واذن لما بنلاقي الطفل نوت كوبريتيف ما بنحاولش معاه، احنا بنديله جنرال انستيزيا وده هيحتاج ايه اخصائي. المنظر ده ممكن يقابلك في بعض الحالات، تلاقي عينه وارمه بالمنظر ده كده، فانت هتتصرف مع الحاله دي ازاي؟ ما هي عينه وارده، هل هوديها للدكتور محمد الشافعي انف واذن رمد ولا اوديها انف واذن؟ طب اعمل ايه بقى في الحاله اللي زي دي؟ لما تجي لك الحاله دي احتمال تكون هي برايمري، يكون العين فيها سلوريتس لوحدها، او هي تكون سكندري بدور برد عمل سينوسايت. لما تجي لك الحاله دي ارجنت على طول ارجنت اعمله سي تي. السي تي لو هو طلع فري ده خلاص مش بتاعنا خالص، ده تبع الدكتور محمد الشافعي، ده عنده ايه سلوريتس عاديه. انما لو طلع بالمنظر التقرير ده جالي بالمنظر ده الساينوس فيها بص، دي عاده كومبليكيتد ساينوسايتس. كومبليكيتد ساينوسايتس دي معناها ان كان في بص في قلب الساينوس فعمل اوربيتال كومبليكيشن. الفتره اللي زي دي الحاله دي هتحتاج عاده هتحتاج ريفيرر، لكن احنا لو عم انت بعت الريفيرر انت من حقك ان انت تدي انتي بايوتيك كويس، والانتي بايوتيك اللي بنديه انجكشن وعاده البروجنوز بتاعتها بتكون جود لو احنا ادينا انتي بايوتيك. لكن احنا في معظم الحالات في مصر احنا بنعمل ادميشن للحالات اللي زي دي عشان ياخد الانتي بايوتيك كويس، لكن الفكره كلها هي التعامل. يعني لما يجي الحاله زي دي روح للدكتور كده، طب روح للدكتور انف واذن، لا انت التشخيص نص العلاج. اول ما تجيلك حاله فيها اي في طفل صغير بالمنظر كده اول حاجه تعملها تعمل سي تي، هيجي لك تقرير السي تي لو انت ما تعرفش، قال لك الساينس فري ابعتها رمض، قال لك الساينس فيها مشكله ابعتها انف واذن عشان انا هعمل لها ادمشن، يبقى انت وجهت الحاله صح، ما ضيعتش وقت من وقت الكلام. من الحاجات اللي انت ممكن تقابلك برضه الفيشل سولايتس بالمنظر ده عاده بيكون نوع من الستاف اوريس انفكشن في السكن، وممكن تكون كومبليكيشن من التونسلايتس. ده لما تجي لك حاله بالمنظر ده مش جلديه خالص، لا دي سولايتس وهتحتاج انتي بايوتيك، وزي ما احنا اتفقنا في الانتي بايوتيك هتدي الاوكونتيت امبيكولين والفيرست جنريشن. نيجي بقى للحاجه المهمه جدا 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 اللي هي السروت والفرنجايتس. والفرنجايتس دي يعني ما فيش فينا حد هيعدي من غير فرنجايتس، وما فيش حد هيعدي في الاكزامينيشن الا ما يفتح بق العيان في الايام اللي احنا فيها. الحاجه بس اللي انا عاوز انبه لها مش كل فرنجايتس هندي انتي بايوتيك كويس، احنا في حاجات كتير جدا 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 بتعمل فرنجايتس زي الريفلكس وزي التروما والجاز الموجوده اللي في قلب الجو لو انت في مكان فيه بلوشن كتير، ده عادة بيكون عنده
ريدنس وانفلاميشن في قلب الشروط، لكن هي almost almost مش انفكتد، يعني هي ما فيهاش ميكروب اصلا. تقوم انت تدي انتي بيوتيك وانالجيزيا، يقوم الموضوع يزيد عنه وهو ما يخفش بالمنظر ده. قد يكون ان هو فيروس، يعني استيان بار فيروس وانور فيروس، وحتى ايفن الكورونا اللي احنا فيها دي بتعمل فرنجايتس. البكتيريا الستريبتوكوكال والميوكوكال او الميكوبلازما جونوريا والديفتيريا اللي احنا ما عندناش شفناها، كل الحاجات دي دايليما كبيره جدا 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 في موضوع الايه الثروت. انت قد انتي بيوتيك، هنا مش كل عيان هيحصل له سور ثروت هبدا اديله انتي بيوتيك، لا، انتي بيوتيك لازم يكون فيه ميكروب، والميكروب اللي موجود ده عاده مش هندي في الفيرال، هندي دايما في البكتيريا. البكتيريا معناها فيها هاي تمبريتشر اكتر من 30 درجه، فيها انلارج تونسيل وعليها اكسديت، هلاقي الليمف نود موجوده بقالها اكتر من 3 ايام. في الحاله زي دي شور ان هي هتكون بكتيريا. طبعا في حاجه اسمها رابيد تيست، ده احنا يعني ما بنعملوش ده، لكن الكرايتيريا دي بتقول كده لما تلاقي في صديد في قلب الثروت مش باتشز موجوده، لو انت لقيت باتشز صغيره كده دي عاده بتكون فايرال اكتر. لكن انت ما تديش انتي بايوتيك الا ما تشوف في التونسيل ذات نفسها في قلب الموضوع. طب لو هو شايل التونسيل مكان التونسيل وانلارجد لينف نود، لان عاده في الفايرال ما بيبقاش فيه سيرفايكال لينف نود، ما بتظهرش الا لو طبعا لو في حصل فيه سكندري انفكشن موجود. يبقى اذا لما يجي لك خد الهيستوري كويس، لقيت في عيان عنده ريفلكس عنده سور ثروت ما تديلوش انتي بايوتيك، لازم هياخد انتي ريفلكس. انما لو انت لقيت عنده فيفر واكثر من 38 ونص، لارج تونسل او لارج تونسلر لينف نود، ده انت عاده هتدي انتي بايوتيك. نبص المنظر ده كده، يعني ده منظر تونسل عاديه خالص اهي، ما فيهاش اي حاجه، ده اليوفلا ودي التونسل مش خالص ما فيهاش اي حاجه. لكن لما تبص بالمنظر ده التونسل عليها، بص بالمنظر ده وفي كونجيشن في البلر، ده انت تشخصها اكيوت تونسلايتس. اكيوت تونسلايتس خلينا الموست كومون ان هي تكون بكتيريا، وبكتيريا برضه جرام بوزيتيف اللي هي الستريب، وعاده ده الموست كومون باثوجين اللي هو موجود. الموست كومون الستريبتوكوكال والنوفلوكس انفلونزا كلهم جرام بوزيتيف. السيمتوم اللي هيجي لك العيان هيكون عنده هيدك وفيبر وماليزيا وانوكسيا، ده اكيد ده ما دام حصل ماليزيا وانوكسيا ده مش فيرال خالص، ده عاده هيكون بكتيريا. الساين اللي انت هتشوفها، هتشوف المنظر ده، تشوف التونسل يكون عليها بص بالمنظر ده، او يكون هي كونجست بالمنظر ده اللي احنا بنقول عليها برانكيميتس بالمنظر ده، انت مش هتختلف فيه، ده عمره ما يكون فيرال خالص، في بدايه البص موجود اهوت وكل الايه التونسل والثروت بيكون كونجست بالمنظر ده. او يكون الموست كومن او الحاجات اللي احنا بنشوفها يكون فيها بيتس بالمنظر ده كده، بيتس مليانه بص. المنظر الثلاثه دول ده معناه ان في بكتيريا تونسولايتس او فرنجايتس، لا يكون فيها برانكيميتس بالمنظر ده، كونجستد كلها مش واخده حته وسايبه ثانيه، او فيها بيتيكي موجوده اللي هي بتاعه الفيروس. الحاجه الثانيه ان هي تكون كلها عليها ممبرين بالمنظر ده وريحته وحشه جدا، او يكون في وسط كل دول اكيوت تونسولايتس. تبدا بالايه؟ بالانتيبيوتيك بتاعك خالص خالص خالص. ممكن تكون حاجات ثانيه؟ ممكن تكون انفكشس مونوكلوزس. الانفكشس مونوكلوزس ديت بيكون فيها العيان الجنرال كونديشن بتاعته وحشه جدا جدا جدا، وبيكون الليمف نود اللي موجوده مش تونسيلر بس، ده اول اوفر ذا بودي، هتلاقي فيه الليمف نود او ليمف ادينايتس موجوده او ليمف ادينوكسي موجوده، ومش كده كمان، ده انت هتلاقي الطحال بتاعه كمان كبير. لما تعمل سي بي سي هتلاقي المونو سايت اكتر، ففي ساعتها تفتكر ان انفكشس مونوكلوزس هو ده فيرال انفكشن. هل ده مشكلته في ايه؟ مشكلته بس ان انت ما تديش حاجه فيها امبسيل، لانك انت شاست ان انت تدي امبسيل هيحصل فيه راش. يبقى اذا من ضمن الحالات اللي هتجي لك شبيهه بالتونسلايتس كويس، ان انت تلاقي ممبرين وتلاقي الليمف نود مش تونسيلر بس، لا، الليمف نود اول اوفر ذا بودي، شك ان ده فيرال انفكشن من نوع الانفكشس مونوكلوزس. في الحاله اللي زي دي انت مش هتدي انتي بايوتيك امبسيلين، ممكن تدي اي نوع ثاني كبروفلاكتيك، طبعا ادي كفالوسبورن او حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تكون مالجنس لينفوما، تفتح صور العيان تلاقي فيه تونسل وعليها بص وتطلع هي لينفوما. طب احنا نعرفها ازاي دي؟ عاده لما تلاقي تونسل واحده عليها بص وفي اول اوفر ذا بودي في لينف نود، ده عاده لانفكشس مونوكلوزس، لا يكون بين لا يكون لينفوما. الفرق بينهم بالفيفر، لما تلاقي العيان فيه فيفر جامده جدا جدا والجنرال كونديشن بتاعته مش حلوه، ده عاده بيمين ناحيه الانفكشن، انما الليمفوما بتكون او الكارسينوما بتكون.
سكارلت فيفر او الادرينوسايتوكاين. السكارلت فيفر طبعا بتبقى اوفر ذا بودي، في ريدنس موجوده، ودي نوع من الايه التوكسيميا الستريبتوكوكال انفكشن. لو شفتها مره يعني هتعرفها، لكن احنا ما عندناش بنشوفها عشان الامبيريكال تريتمنت اللي موجود في الصيدليات. كل واحد بيتعب اكيد لما بيجي لك بيكون خد علاج. يعني الادرينوسايتوز دي بقى من الحاجات اللي هي صعبه جدا جدا. العيان فعلا بيبقى استجابته للعلاج وبيبقى في ألسرز موجوده في قلب زور، وده عاده بيكون لا برايمري او سكندري، كان واخد كيمو ثيرابي او واخد ادويه معينه عملت له ادرينوسايتوز. ده لما تعمل سي بي سي، ده لازم تعمل له سي بي سي، هتلاقي كل الايه النيتروفيلز مش موجوده، ابسولوت نيتروفيليا. ده عاده ما تديش انتي بايوتيك الا الامبسيلين بس خلاص، والاحسن تعمل بلاد ترانسفيوجن في الحاله اللي زي دي. الكومبليكيشن بتاعت التونسيلايتس لو انت ما تعالجتش كويس ممكن تعمل كوينزي. كوينزي يعني بريتون سيلر ابسس، يعني خراج على اللوزه. تعرفوا ازاي ده؟ بمنتهى البساطه قول للعين افتح بقه، هيجي يفتح بقه مش عارف يفتح بقه، يعني حصل تريزمس، يعني يبقى هي كومبليكيشن. او يحصل بارا فارينجال ابسس، يعني عيان كان عنده تونسل لقيت فيه كلكيعه كده ظاهره في ناحيه واحده تحت المندبل، ده دخل في البارا فارينجال ابسس، تقول له ايه؟ افتح بقك. طب ايه الفرق بينهم؟ ما هو البريتون سيلر ابسس جاست ان هو تقول له تفتح بقك وفي سويلنج بره، انما البارا فارينجال في سويلنج بره. او يحتر الريترو فارينجال ابسس، وده بيحصل في الاطفال الصغيرين تحت 5 سنين برضه نفس الفكره. الولد ده بيبقى عنده في ماس موجوده ورا التونسل كده بتبقى تخنقه. الحاجات دي كلها اول ما تشوفها بيبقى مالكش فيها تدخل، احنا اتفقنا ان الحاله كومبليكيشن تبدا تعرفها طيب او تحولها. طب يعني انا عملت ايه؟ لا انت عملت حاجه كبيره جدا، انت عرفت سكتك ايه؟ يعني ولد ما بيفتحش بقه واروح لاسنان يا دكتور، لا مش اسنان، انت كان عندك تونسلايتس وتحولت لخراج، روح انف واذن، دي مش اسنان. تلاقي كل كيعه بالمنظر ده، طب انا اروح لجراح؟ يعني لا، يعني دي انف واذن كومبليكيشن من تونسلايتس. او في ولد مخنوق بالمنظر ده تحت ال5 سنين انت عرفت تحوله فيه. طبعا روماتيك فيفر دي حاجه مشهوره، والاكيوت جلوميرولونفرايتس، يعني ولد كان عنده تونسلايتس وبعدين فجأة بريد جلايورين كويس، لقيت لون البول بتاعه محمر خالص، ده دخل في اكيوت بولمونوفايس، ده من اللوز، ده من الانديكيشن احنا نشيل فيها اللوز. او حصل روماتيك فيفر سواء كارديتس او ارثرايتس في الاطفال، ده عاده كومبليكيشن من عنده. خلي بالك ان انت لازم تدي انتي بايوتيك لمده 10 ايام، ما فيش حاجه اسمها لمده 3 ايام اما العيال بتخلص. لازم تعمل الريديكيشن بكتيرولوجيكال وكلينيكال. كلينيكال من خلال 3 ايام هتبدا الدنيا تتحسن، لكن ما دام الميكروب موجود عشان تبدا تتحكم فيه لازم اتليست 10 ايام، لازم ريست وياخد فلويد كتير. طبعا الكمادات في الاول، الانجيزيك انتي بايوتيك بانواعهم خصوصا الباراسيتامول، لكن بيكوشز بس ان العلاج لازم يكون 10 ايام. دور الفارنجايتس البكتيريا مش اقل من 10 ايام تدي علاج. بص تاني برضو الاكيوت تونسلايتس بالمنظر ده كويس، امتى بقى تعمل ريفيرال؟ انت من حقك تدي العلاج 10 ايام وتدي انجيزيك، ده دور فارنجايتس عادي، وانت فرقت بين الفارنجايتس والتونسلايتس عرفتها، والحاجات اللي انت شكيت فيها زي الابستيان بار فيروس اللي هو الانفكشس منه نكلوزس عرفتهم بالجنرالز لينف ادينوكسي، والاسبرين لو انت يعني حطيت ايدك عليه هتلاقيه امبارجد. هتعمل انفستيجيشن سي بي سي ومونوسوس بوت تيست وهتمشي في السكه دي كلها، انت بقيت عارف الدنيا. طب انت امتى تحول حاله تونسلايتس؟ والله لو هي جت لك كطبيب انت في الوحده الصحيه الموجوده من 3 لـ4 مرات، ده مش طبيعي ان كل مره التونسل تبدا لا دي هتعوز تنسلك. لو العلاج انت اديت علاج انت المفروض 10 ايام ده الماكسيموم بتاعك، لكن لو العيان قاعد معاك اكثر من اسبوعين في سمثينج رونج، قد يكون تحت كارسينوما، قد يكون ليمفوما، لو هو قاعد اكثر من اسبوعين لازم تحوله. لو هو كل شويه يغيب من الشغل بتاعه ده مش تنفع تكمل. لو هو فيلير تو جين ويت، يعني هو عنده تونسلايتس بتتكرر كتير، قد يخرج من العلاج، ديفيكالت في البريسنج، كل الكلام ده انت مش هينفع تدي له علاج اكتر من كده. يعني اديته علاج مره واديته علاج مرتين، اعمل له ريفيرال لو سمحت. زي المنظر اللي موجود ده، يعني نشوف كده تونسلايتس او كوينز بالمنظر ده، انت مش هينفع تكمل معاه بالمنظر ده. في حاجه يعني بتبقى كونفيوزنج بالنسبه لنا كده، يجي لك عيان ما عندوش سخونيه ولا عنده اي حاجه وتلاقي فيه نقط بيضه بالمنظر ده ويقول لك انا مش عارف ابدا. حاجه اسمها كرياتوزيس اوف ذا تونسل، ده عباره عن حاجه ميتابوليك كده بتخلي الكريبتس بتاع التونسل مليانه حاجه اسمها عصوات التونسل. ما تدوش انتي بايوتيك لو سمحت، ما تدوش انتي بايوتيك. ليه؟ القاعده في الانتي بايوتيك انت بتديه لما يكون في ميكروب وفي حراره،
لما يجي لك المنظر ده اوعى تقول له انت عندك سيطره على اللغز، ده مش صديق. انت جاست لو انت استعملت خافض اللسان كده وجيت على الكرياتوسس ده هتلاقيه طالع في ايه؟ على خافض اللسان. مش كده وبس، العين يقول لك كل ما بيجي كل بتطلع حاجات زي الايه؟ زي الحصوات كده. طبعا ده مش هينفع انت بيتك خالص، ده انت لازم هتبعته لنا عشان نعمل له تنسلكتوم، هو ده العلاج الوحيد الايه اللي موجود ليه. يبقى اذا الانديكيشن بتاع التنسلكتوم يعني يجي عيان يقول لك انا هعمل او الدكتور انف واذن هيعمل لي امتى؟ اقول له والله لو هي بتتكرر عليك كتير، لو هي بتتخنق انا هبعتك، لو هيتوزس يعني انت عارف اللي هو عنده كرون كاريتوزس خصوصا الفيميل لما على طول يقول لك ريحه البق وحشه، قد ايه سببها؟ ما هي حاجه من ثلاثه، لا يكون في انفكشن في الاسنان في التيس، او يكون كرونيك تونسلايتس اللي هي ذات الريحه، او يكون في حاجه في الايه في الجي اي تي يعني عندهم نوع من الاميبا او عسر الهضم اني ثينج او ريفلكس او الحاجات دي بتعمل ريحه وحشه جدا في البق خصوصا في الفينيل بق، هم الريتابل بالموضوع ده. واحده منهم التونسل، لما تلاقي التونسل بالمنظر ده فيها كريبت، دي عاده بقايا الاكل بتبقى فيها فبتعمل ريحه يعني ريحه باد اودر، فانت دي بتحولها لنا عشان احنا ايه نعملها تونسلكتوم. الحاجه الثانيه كمان العيان بعد ما يعمل تونسلكتوم لما نبص بالمنظر ده كده، ده المكان بتاع التونسل في خلال اول اسبوع بتلاقي فيه غشاء ابيض كده، هو عادة بيجي لك عشان انت الدكتور اللي جنب البيت، فيجي يقول لك بص على زوره ولا تعبان، تقول له والله ده فيه صديد على التونسل، لو سمحت ده مش صديد، ده الممبرين الجرانيشن تيشو اللي بتطلع مكان التونسل. جرانيشن تيشو في قلب الميكوزا او الكافيتي اللي موجوده بيكون لونها ابيض، ده مش صديد، عشان بس هو انت لو قلت صديد والدكتور بتاع الفوز بتاعه هيمسك في خناقك يعني. انت اعرف المنظر ده واحفظه كده، لما يكون في طفل عامل تونسل او واحد كبير عامل تونسل في خلال اول اسبوع لازم المنظر يبقى موجود كده، الجرانيشن تيشو اللي موجوده بيكون لونها ابيض وبقايا الاكل لونها ابيض، ده مش صديد خالص خالص خالص، ده الطبيعي اللي احنا بنشوفه. المنظر ده برضو لازم نتوقعه لما يجي لك حد عنده فارنجايتس وتشوف المنظر ده كده، المنظر ده ما فيهوش تنسل، ايه الاناتوم اللي هنا؟ ده اليوفلا اهي اوكي، والانتيرو بولر والسيرو بولر على بعض خالص مفيش تنسل. لما يجي لك حد بالتهاب، ده طبعا مش التهاب ده الطبيعي يعني، يقول لك انا عندي ايه؟ ما تقولوش عنده التهاب في اللوز، يعني هي اللوز متشاله، فانا عاوزك تحفظ الشكل ده، ده شكل اللوز متشاله مش موجود، فتقول له عنده التهاب في الحلق. لو اختلط عليك الامر وانت مش عارف متشاله او مش شاله، قول ان هو عنده التهاب في الحلق، لان التهاب الحلق اصلا يشمل مع اللوز كمان. اوعى يعني تفقد التراست اللي بينك وبين البيشن، يعني لو قلت للعيال ده عنده تونسل هيبص لك بصه وحشه جدا ويقول لك ده هو شايل اللبس، فساعتها انت مش هتعرف ترد، يعني هو متوقع منك ان انت عارف كل حاجه. فانت لو انت متاكد وشفت ان هي تونسل اوكي، قول تونسل، مش عارف قول ان هي ايه فيها فرنجايتس يعني. احنا قربنا من النهايه، هم الحاجات اللي هتجي لك برده في الفاركس ان هو الشوكه فيش بون اللي موجود، فيش بون اللي موجوده يعني مش في كل الاحيان هبان بالاكس راي، يعني في الحاله زي دي باينه في الاكس راي موجوده، ودايما المكان اللي مشهور جدا اللي بيكون في قلب الايه التونسل. لو انت شفتها بالمنظر ده كده كويس هتبدا تشيلها بسهوله. المشكله اللي هتقابلك ايه؟ المشكله اللي هتقابلك ان هي ممكن تكون صغيره فتكون دخلت في التونسل ومش هتعرف تشوفها. المشكله الثانيه ان هي تكون جرحت ونظفت وما شفتهاش. في قاعده لو العيان قال لك ان انا حاسس بالتونسل دي او حاسس بالشوكه دي في منتصف، يعني في المنتصف بتاع الثروت، عاده دي ما بتبقاش واقفه، دي عاده جرحت ونزلتها. لو هو قال لك انا حاسس في ناحيه واحده ناحيه اليمين والشمال، تاكد ان هي موجوده، هتبدا تبص عليه مره واثنين وثلاثه، شفتها انت ممكن بفرصه تشيلها خلاص، ما شفتهاش لا حولها، لان هو العيان عاده مش هيستريح وهيفضل يجري. فانت خد كلامه سيريس يعني، الاكس راي مش هتبين كتير لان في انواع من السمك البون بتاع خلاص ماشي الفيش بون يعني مش معنى اللي انت ما شفتهاش ان هي مش موجوده اوكي، حتى لو بالاكس راي لا حاول ايه تعمل لها ريفيرال كويس، وعما تعمل ريفيرال لازم ايه تبص لانف واذن. من الحاجات الطوارئ اللي ممكن تيجي لك برضو اللي هي الايه الايبوجلوتايتس. ايه الايبوجلوتايتس وخطورتها؟ الايبوجلوتايتس دايما بيجي الطفل بمفل ثوري، تحس ان هو مخنوق مش عارف يتكلم خالص. في الحاله زي دي اتوقع الايبوجلوتايتس، هو ايه فائده ان احنا نتوقعها؟ انت ما ينفعش تعمل اكزامينيشن لان اليوفلا بالمنظر ده شايفها خلاص يا كلاب بصعب جاست لو انت المسؤول ما تناميش عشان تمشي
جاست ان احنا بالمنظر ده مش هتعرف تعمل لها اكزامينشن. فلما تلاقي طفل صغير، هو دايما بتيجي في الاطفال الصغيرين وعنده مافل ساوند كده، انت بتعمل له ايه؟ بتعمل له لاترال اكس راي. في اللاترال اكس راي النورمال بتلاقي الابيجلوتس بالمنظر ده شبه ان هي مش واضحه، لكن هنا تلاقيها واضحه جدا جدا، فتعمل ده ايه؟ ابيجلوتايتس. الطفل ده هتشخصه ابيجلوتايتس وتبدا في العلاج بتاعك على طول بانجكشن كويس للهيموفلس انفلونزا كويس، وتدي انجكشن انتيبيوتيك. انا بس النقطه اللي هنا، لما يجي لك عيل عنده يعني شاك ان هو بلوكايتس، بتعرفه ازاي؟ بتعرفه بالصوت بتاعه، بيبقى مافل ساوند، يعني تحس ان هو مش عارف ياخد نفسه، وما يجي يتكلم تحس ان كلامه جاي من بعيد كده ومش عارف ياخد نفسه كويس. يعني قد يكون ازمه، قد يكون حاجه تانية. انت النقطه هنا ان انت ما تفحصوش اي حد تشك فيه، ما تفحصوش، يعمل له لاترال اكس راي، هيبان لك المنظر ده كده. يعني مش هتكمل بقى، مش هتحط ماوس جاك في بقه او تستعمل الستيك في بقه، لانك انت جاست لو انت لمست البلوتس هيخش في سباسم ويموت منك. يعني دي النقطه بس اللي انا عاوز اقولها لك في النقطه دي. من الحاجات التانيه اللودفنج انجينا، لما يجي لك حد بالمنظر ده كده، يجي لك فيه حاجه هاردنس في المنطقه دي، ما دي اسمها لودفنج انجينا. اللودفنج انجينا دي ما تدوش علاج وتروح. ليه ما تقدرش حاجه تروح؟ لان على بالليل هتلاقي السكريشن تبدا تزيد وترفع الطنج، ممكن تخنقه. ده احنا حتى لو ما فيش فلكتويشن احنا عندنا بنفتحه وبنعمله درينج بالمنظر ده. لما يجي لك حد بالمنظر ده كان خالع ضرسه او كان عنده ألسر ولقيت في حته حمراء بالمنظر ده كده وهارد هارد كويس، ما هو ده مش ابسس، انا هروحه. اوعى تروحه، ده احنا بنتعامل معاه اجريسيف جدا جدا. يعني هو حتى بالمنظر ده بندي انتي بيوتيك وبنفتح بالمنظر ده. ليه؟ لان السبيس او الكومبارتمنت اللي موجود هنا هيتكون في فلويد، هيروح فين؟ مع الهاردنس اللي موجود والمايلو هايد اللي موجوده، هيرفع الطنج فوق. لو رفع الطنج فوق العين ده هيتخنق، ودي فعلا العينه دي تقريبا اتعاملت معاها سموث خالص وقال لها روحي، فطبعا رفعت الطنج بالمنظر ده فاتخنقت، اتعمل لها تراكسيون وتعمل كده. الرساله اللي عاوز اوصلها لك، لما يجي لك حد عنده هاردنس في السب منتال اريا ما تروحوش، لو سمحت حوله لنا، ديو انتيبيوتيك وحوله لنا. يعني من الحاجات اللي ممكن تيجي لك برضه في الاستقبال بالمنظر ده، ان العينين اللي بياخدوا علاج الضغط تلاقي لسانهم طلع بالمنظر ده كده، حصل فيه اديما، والاديما اتركزت في الايه؟ في الطنج. لما يجي لك المنظر ده، انت لو جيت لك مره في حياتك مش هتنساها ابدا، ما تخافش يعني اتعامل على طول. لما تلاقي يقول لك ده لسانه طلع بالمنظر ده مش عارف يدخله كده، ادي على طول انتي هيستامينك وسترويد انجكشن على طول، هتلاقي لسانه اللي حصل فيه ديما بالمنظر ده يرجع كده. الحاله دي انت لو شفتها مش هتنساها ابدا. يجي لك واحد كان هو بادئ ياخد علاج الضغط، دايما بيحصل من اي سي انهبيتور، يحصل فيه منهم ايديما بالمنظر ده، والايديما بتتحسس في الطنج، فتلاقي لسانه طلع بالمنظر ده كده وبدا يتحل. يعني ما تترعبش، لان هو ما اتولدش كده، ده حاجه اكوايرد. انت على طول تدي ايه؟ استرويد، ودي كميه كبيره، ادي امبولين او ثلاثه سوليكوتيف على طول، ودي انتي هيستامينك اللي موجود عندك، هتلاقي الامور تبدا تستقر. وبعد كده بقى تاخد منه الهيستوري، يعني ما تقولوش ساعتها انت بتاخد ايه، ما فيش كلام، هو جاي لك يعني طلع لسانه بالمنظر كده اللي هي ايه هيحصل فيه صفر. طبعا الحاجه اللي هي التراكستوم، التراكستوم دي انت تعرف ايه انت تعمل تراكستوم، لكن انت عاده مش هتعملها. انت جاست ان انت تشخص ان عنده تراكستوم، ده حاجه كويسه جدا جدا جدا. مش هينفع كلام الافلام ان انت هتجيب سكينه لا، انت المفروض كويس قوي ايه الحاجات دي، ايه مين العيان التشخيص بتاعه. لو لقيت عيان هاند رايدر استرايدر بيطلع صوت فيه نهجان او ويلينج موجود، ده كومبليت ابر واي اوبستراكشن، ده ممكن يستحمل شويه. لو انت لقيت العين عنده افونيا، يعني اصلا مش عارف يطلع صوته، ده انت كومبليت ابر اير واي، ده عاده دي كان بنسيت منك على طول. يعني لو انت لقيت فيه صوت هويز، انت طبعا مش هتنسى الهويز بتاع اللي هو اير واي اوبستراكشن، ده عاده ازمه. لكن لو لوس اوف بريسنج، ده كومبليت لور اير واي، ده معناه ان في حاجه موجوده. طب يفرق ايه الموضوع ده في الحاجه بتاعنا؟ لو انا جيت حاله افونيا بالمنظر ده واباوت تو ارست كويس، وانت في مستشفى، الفيرست عندي مش انا اعمل تراكيستو، الفيرست عندي ان انا اركب انتيوبيشن، انتراكيل انتيوبيشن. فطبعا انتراكيل انتيوبيشن دي ده روتين، انت لازم تعرفها، ما تطلعش من تيزر، لازم تعملها. لكن تراكيستو
لا مش مطلوبه منك قوي اللي انت تعرفها لو انت مش متخصص يعني. لان كلام الافلام اللي انت هتجيب سكينه وتعمله ده مش مسموح عاده، هيضحوك بعدها. انما ان انت تركب انبوبه محدش هيقول لك حاجه يعني، في عيان ارست عندك وانت في افون يعني كومبليت ابر واي اوستراكشن او ايفن هو دي كومبلسيتي ادمنستريتور، وركبت انبوبه مش هيجرى حاجه كميديكال كليك مش هيجرى حاجه. لكن انت لو ما عندكش الالات اللي موجوده كويس ومش مستعد ومش مدرب ان انت تعمل تراكيستومي وحصل بليدنج، لا انت هتلام في الموضوع ده، هتلام ان انت ما خدتش بروكوشن بتاعتك، ما خدتش دميتك. فانت نخلي بس موضوع التراكيستومي يعني الناس المتخصصين خليك انت الفيرست ايد عندك ان انت تعلمها الانكيوبيشن، لان العيان لو افونيا ده معناه دي كومبنسيت منك يعني هي ارست. طب نسيبه يموت؟ لا طب هنركب له انبوبه. طب انا ما اعرفش انبوبه، لا في حاجات اي جيل وفي حاجات اير واي هنبدا نتصرف فيها لغايه ما يجينا اخصائي يتصرف في ايه في الموضوع ده. يعني دي الحاجات الموست كومن، او بنسبه مش دي مش كل حاجه، ده بنسبه 90% هتقابلك لو انت واقف في الامتياز، ازاي تتصرف فيها، ازاي تاخد الفيرست ايد، ازاي تاخد ديسيجن. هو الدكتور مش كل حاجه، انت مش بتاع كل حاجه، انت بتاع تتصرف ازاي. انت جيت لك حاله انت عارف حدودك ايه فيها، تقلل من نفسك، تقوم محول الحاله من غير ما تديها علاج، ولا تعمل اوفر استيميشن لنفسك تتعالج كل حاجه، لكن انت تبقى مدرك الدنيا ماشيه ازاي. يعني طبيب يعني حكيم يعني تاخد ديسيجن ميكنج، مش علاج. العلاج بيديه صيدلي اللي هو عاوز يبقى دكتور دلوقتي، وبعرف الادويه كويس جدا جدا جدا. الفرق بينك وبينه السنين اللي انت درستها دي عشان تبقى سيستماتايز وتبقى عارف من كل حاجه حاجه. يعني انت عارف من انف واذن كجزء اعمل ايه، حتى ايفن الرمق ذات نفسه الحاجات اللي موجوده ريد اي، لا استنى، لا اعمل، احولها امتى، اوديها علاج امتى. اعرف من كل حاجه الديسيجن ميكنج. الدكتور مش هو الجراح، الدكتور مش هو البطن، الدكتور هو الديسيجن ميكنج. يعني وانا قاعد كده جه الحاله اعرف هي كذا، وعارف ايه اللي هيحصل بعد كده. انت هتروح يعني في اذن هيعملوا لك باك كده، يرجعوا تاني يدعوا لك، يعني يقول لك والله انت ده دكتور محترم وعارف كل حاجه وحولنا صح. محدش هيقول لك يا خيبان انا ما عرفتش حاجه، لا. لكن لما هتفتي في حاجه انت مش عارفها هيقول لك يا خيبان. يعني تيجي تبص على الزور تقول له والله ده اللوز بتاعتك مرتفع، هو شايل اللوز، منظرك مش هيبقى كويس خالص. لما يكون حاله فراكشر في النوز وانت ما تاخدش البروكوشن واحد اتنين ثلاثه او تعمل له رد المناخير، ده انت في كل المحاضرات او كل الكلام تعرف ايه الليمت بتاعتك وانت تعمل ايه. يعني انت ما كل واحده في المنظر ده هتفكر فيها ازاي، بدون بقى ان انت تقعد تحفظ الكلام الكتير، هي كلمتين وخلاص، انا هعمل كذا وكذا وهيروح كذا، لا انا ما ينفعش اعمل كذا، هتتحول في حته الفلانيه. الحاجه دي خطيره ولا مش خطيره؟ هل تستنى الصبح ولا تستنى الصبح؟ الحاجه دي بتيجي بالممارسه، ويكون دماغك في مطايف كاتبها وتعمل سيناريوهات في دماغك كتير. يعني كل حاجه من اللي انا قلتها دي اعتبر ان حاجه جت لك، اتخيلها ان هي داخله عليك وبتنزل، هعمل فيها ايه؟ انا متخيل ان حاجه داخله علي طفل صغير، اول حاجه اقول له بص الولد ده بيتحفر، قلت له كتير تعالى كده هتلاقي في حته امسك مناخيرك. طيب خلاص الموضوع هيبقى سهل وممكن اديك كتر يروح بكره وخلاص. واحد تاني كبير بيجيب من ناحيه واحده حط له باك صغيره وده ما فيش مشكله. واحد بيجيب من بقه دم كتير، لا لا نيمه ضو، ده هايبر تنسيف. طب ايه اعمل ايه؟ قيس الضغط، اعمل كذا، ركب فلود، ادي 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 فيتامين كاف، ادي كذا. طب حط باك صغيره استريحت كده، ما تخافش مش هتموت. طيب خلاص تكون انت رتبت ان هو هيتحول في نفس اليوم لانفلونزا. السيناريو ده انت حاطه في دماغك، مشكلتك بقى ان انت اتعودت على ايه؟ ان انا تحفظ الحاجه ويجي لك العكس بيحصل، هو بيجي لك العيان وبعدين انت تحط السيمبتوم الموجود. انسى بقى نظام الدراسه وخلي كل الحالات ليها سيناريوهات في دماغك، ملهاش حل تاني. طفل صغير، واحد كبير، اديله بوستاكسن، اديله بوستاكسن، خلاص خلص. يعني انت ازاي تتصرف في الحاجات دي لازم تكون هي في دماغك ومستسلمه. لكن انت بيجي لك العيان انت بلوكه قدامه، ابدا منين؟ ابدا منين؟ لا انت لازم تبدا بالسيناريو اللي انت حاطه يعني. اوكي؟ انا بالنسبه لي كده خلصت. لو اي اسئله انا معاكم. شكرا وانا استاذن بس حضرتك لو في نقطتين اعلق عليهم بعد اذنك. اتفضل. هو بس النقطه زي ما الدكتور سعد اتكلم عليها اللي هي الاوربيتال سيلولايتس، بنشوفها فعلا كتير في اطفال 6 7 سنين، يكون جاي لك بعينه مقفوله وشايف ان هو عنده اوربيتال سيلولايتس. مهم قوي زي ما الدكتور سعد قال ان احنا نعمل سي تي اوربت، سي تي اوربت او سي تي الاول برين عشان نشوف لو في تاثير على الساينس، بس مهم برضو ان احنا نعمل سي تي اوربت عشان نفرق الاوربيتال سيلولايتس من البريسيبتال سيلولايتس. ليه هنفرق بينهم؟ عشان الاوربيتال سيلولايتس زي ما الدكتور سعد قال لازم هيحتاج ادمشن، لازم يخش مستشفى ولازم يتابع وياخد انترابينوس انتي بايوتكس
المانوفرز بتاعته ونشوف السورس بتاع الانفكشن جاي منين. انما البريسبتال لا، انا ممكن اعالجه في البيت والامور تعدي كويس. فمهم جدا ان احنا نعمل سي تي سواء برينا او اوربت عشان نوضح النقطه دي. بالنسبه بس للنقطه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها الفاشيال بولسي، حابب بس ان انا اوضح نقطه صغيره، ان في الـ في الـ في البينز بولسي او الفاشيال بولسي اللي هو الكومبليت اي كلوزر، مهم قوي زي ما الدكتور سعد قال ان احنا نشوف الفيكراتايتس ولا فيشكراتايتس، لان دي من الحاجات اللي هي ممكن تعمل لوس للاي. فهو الجرينينج اللي يهمني ان هو لو في جزء من الكورنيا واضحه او في جزء من الكورنيا في كورنيا اكسبوزر والجفن مش قادر يغطيها كويس، ده لازم ان انت تكتب له علاج او لازم تعمل له ادمشن المستشفى لو هو محتاج. ولازم ابسط حاجه ان انت تدي له اوينتمنت لوبريكانت او اي دروب، بحيث ان انت تقلل العرضه بتاعه الكورنيا دي ان يحصل لها اكسبوزر او يحصل لها كراتايت. نقطه بس مهمه ثانيه، ان احنا ازاي نغطي العين، ودي من الحاجات المهمه برده في الاي سي يو، ان انت لما تيجي تحط اوينتمنت، الاوينتمنت بتتحط جوه العين ما بتحطش في العين من بره. تحط نقطه صغيره جوه العين تفتح الجفن اللي تحت ونقطه صغيره خالص جوه العين. لما نيجي نغطي العين مهم قوي ان الاتجاه بتاع الرموش يكون ناحيه بره، ما تخليش الرموش تخش ناحيه جوه، لان هي ما تخش جوه هتخبط الكورنيا تعمل لك ألسر فتزود لك المشكله اكتر. فمهم لما تيجي تغطي العين بالمنظر ده يكون الرموش كلها ناحيه بره، ويكون الكفر بتاعها هوريزونتال مش لونجيتيودنال زي اللي تحت. دي من الحاجات المهمه جدا. او لو فكرت ان انت تحط حاجه على العين يبقى حاجه بسيطه، ما تحطش شاش زي ما انت عامله كده عشان ما يبقاش العين مفتوحه تحت. لا، مهم قوي ان انت تتاكد ان الايليد مقفول خالص بحيث ان انت تحمي الكورنيا بتاعتك. دي بس نقطه حبيت اوضحها. شكرا لحضرتك وسعد. في اكتر من تمام في اول طيب ماشي، انا مع حضرتك ولا في اسئله؟ لو حالات ابيستاكسس انه الاولى ان هو يشوفها او يعمل لها مانجمنت، الاي ان تي ريزيدنت ولا الامرجنسي ريزيدنت؟ لا هي بصفه عامه هو انت ما تكون في مستشفى، وانت في الاستقبال، الحاله بتروحش الاول للاي ان تي اللي بقى موجود في الاستقبال، هو الجنرال بروكتشن ده بيجي لك. ف كده كده هي هتتحول لانف واذن، ده كلام مفروغ منه. لكن السؤال هل وانا قاعد والعيان داخل عليا بالمنظر كده، خلينا نشوف السيناريو، عيان عنده بستاسيس وجاي كل لبسه دم، اوكي، ومناخيره بتجيب دم من قدام وحالته جاي لك في الاستقبال، وانت كدكتور امتياز او جي بي جاي لك، اوكي، والعيان يعني قوته بالشوك، انت هتعمل ايه؟ هتقول لا انا مش بتاع انف واذن، روح لانف واذن بقى كده. يعني عاده يعني في ظل الاحداث اللي احنا فيها دي هتنضرب يعني. يعني لا، لازم تعمل اي بي سي اللي انت تعمله. انت عيان جاي لك في استكشف والخطير فيه كلا الاحوال، سواء طفل صغير، اذا طفل صغير انت تروحه طبعا لو الدنيا كويسه لانك طمنته، لكن في اخر الاحوال في الاستكشف انت هتحوله. لكن على الفتره عما انت هتحوله لازم تخليه ستيب. اولا لو قلت له استكشف، اوكي، انت جاست ان هو يمسك مناخيره كويس كويس وتحط له باك صغيره هيقف ووديه انف واذن، لان في كوترايزيشن انت مش هتعمله. اللي عنده بالشيرو بالسكسس ده مش هينفع توديه بالمنظر ده، واحد جاي كله غرقان دم بالمنظر ده، لازم تهدي له دنيا. حاجه من الاثنين، لا يكون هو شوكت من كتر الدم فتعمل له ستيشن ثاني تدي له فلويد، او هو ستيل الضغط بتاعه عالي هتنزل له الضغط بتاعه تدي له كابروميسمون. والفير اللي موجود فيه من كتر الدم، لما تشوف واحد جايب الدم ده بيبقى الضغط بتاعه طبيعي هيعلى من كتر الخوف، فانت هتنزل ضغط، تعمل اي بي سي وبعدين هتحول انف واذن. يعني احنا اتفقنا ان احنا الاخر هنحول الاخصائي، بس انت عم تحول الاخصائي لازم تعمل حاجات الاسعافات الاوليه اللي هي موجود، مش هيكمل معاك، انت مش اخصائي، لكن انت جي واقف في قلب مكان، لازم تعمل فيرست ايد اللي موجوده، خصوصا لو انت في مكان بلاش كده خالص، انت في واحده صحيه بعيده قوي جالك عيان عنده استكشف، تقول له طب هو جاي لك هنا، طب روح بقى انف واذن يموت في الطريق. لا، اعمل اي بي سي وبعدين حوله ستيبل لانف واذن عشان الفرزر مانجمنت، يعني الباك انت مش تعمل الباك الروسيل، الكتر انت مش تعمل الكتر، لكن انت وديه بريفرنس محترم، اكتب ورقه محترمه انا عملت له 1 2 3 تمام اللي احنا قلناه. دكتور محمد انا معاك. دكتور محمد السلام عليكم. دكتور سعد. ايوه يا فندم، عليك السلام. ما شاء الله، محاضره جميله ومعلومات رائعه والله، انا نفسي استفدت منها كتير جدا، حاجات كلها حاجات لها كلينيكال امباكت وجميله جدا. دكتور سعد
بس انا كنت عايز حضرتك الله يخليك، تسلم يا بيه والله، الله يخليك. تسلم. انا كنت عايز حضرتك تاسس على نقطه معينه، هو ازاي الدكاتره او هم اول مره يتعاملوا مع حالات اي ان تي وكده، ازاي في الايرا اللي احنا فيها ازاي يعمل بروتكشن لهم سيلف من الانفكشن من العيان، كورونا. سواء كان فيرال بقى كورونا الانفكشن من كورونا. طيب خلينا يعني خلينا في المينيمم، انت تكتشف الانف والاذن وفي النوز وكده، كل الحاجات دي المخارج بتاعه الكورونا اللي موجوده. يعني انت لو جالك عيان بالمنظر ده لازم تكون فول بروتكشن. فول بروتكشن يعني انت لابس جوانتي، لابس الماسك بتاعك كويس، لابس الشلف اللي موجود ده كلام مفروغ منه طبعا، ما فيش اي حاجه خالص. الشلف اللي موجود اللي هو الميديكال شلف ده بقى رخيص جدا، ب 30 جنيه، انت حتى ايفن لو جبته لنفسك يعني. يبقى انت مشكلتك كلها في الدروبت انفكشن، لان احتمال كبير يكون اي عيان في الايرا الجديده احنا نبدا نشتغل تاني، كل عيان، مش كل عيان، كل انسان داخل عليك كويس اعتبره ان هو كوفيد 19 انتر بروف اذروايز، عشان بس تريح نفسك وخلاص. انت العيان داخل عليك اوكي خلاص، وداخل في طوارئ، لا تقيس حراره ولا تقيس كده، قول ان هو ده كوفيد بس خلاص. طب هو لو كوفيد وانت خدناك في قلب العزل، عاملين ايه اللي في العزل اللي هناك؟ اولا هم لابسين ديسبوزابل كويس، خلاص انت كده كده المكون في قلب الطوارئ، البس ديسبوزابل اللي هو لبس العمليات الديسبوزابل اللي هو مغطيه، والبس الجوانت بتاعك، وفي ماسك موجود، وفي الشيلف اللي موجود. اوكي هتتعامل مع العيان خلاص، وبعد ما تخلص، بعد ما تخلص اعتبر ان هو كان كورونا، خلص ومشي، هتقوم قلع الجلافز بتاعتك كويس، وغسل ايديك بماء وصابون وبكحول، هتاخد الشلف بتاعك الشلد اللي موجود بتاعك وامسحه بكحول وهو بيتعقم تاني، وجيب الديسبوزابل بتاعك ده وتخلص منه، لان انت اتعاملت مع حاله مش يعني انتر بروف اذروايز هو في كده، انت في الامان. الغلطه اللي بتحصل الكبيره هي ايه بقى؟ ان انا بزهق. يعني ايه بزهق؟ يعني الثقه، يعني انا مره واثنين وانت داخل الصبح بتعمل الكلام ده، في الرقم حاله بتبدا ايه ترفع الشيلف وفيها ايه الوقت اللي انت بتقول فيها ايه دي اللي بتحصل المشكله. انت عندك 8 ساعات او 6 ساعات او 4 ساعات نبطشي، اتعامل على كده مستشفى عزلي، انت كده بقيت في الامان. طب انا هكشف بق العيان وهيكح في وشي؟ ما يكح، ما انت لابس الماسك بتاعك ولابس الشيلف بتاعك ولابس لبس ديسبوزابل ملوش دعوه بيك خالص، لازم انت ما يكح. هيكح يروح فين؟ الرذاذ هيجي على الشد بتاعك او هيجي على اللبس بتاعك، ما هو ده ديسبوزابل. المشكله بقى ان انت ما بقاش عامل كده، انت لابس البالطو بتاعك اللي هو عاده انت هتمسكه بايدك وهتاخده على كتفك زي ما تعمل. الماسك بتاعك لو مش ناقص عليه شد هتيجي تشيله هتبقى انفكتد. فانت ليك وشص من الموضوع ده، انت هتكشف تعامل على عيان ان هو عنده، اعتبر نفسك العيان اللي جاي بالستكسس ده انت في مستشفى عزل، هتعمل ايه؟ هتلبس فول بروتكشن، هتلبس اوفرول، وهتلبس الماسك، وهتلبس عيب. هو الاوقات الجايه احنا هنتعايش مع الوضع الجديد ده وهنرجع الشغل بتاعنا خلاص، الموضوع منهي. يعني انا في ايطاليا امبارح دست العمليه كانت كامله، يعني انا في حد من الزملاء هناك دست كلهم رجعوا الشغل ولست العمليه كامله، انا بقيت مستغرب جدا يعني. خلاص واخدين بروتكشن، وبعدين هم كلهم ما بيقعدوش جنب بعض في اوضه اللبس، كلهم اللي موجود عاملينهم طبعا بوابات تعقيم عاملينهم كده، طبعا واخدين بروكوشن اكتر مننا، ما فيش عيان بيخش الا بالبي سي ار اللي هم يعملوه، ولازم يقعد الاربع ايام فتره النقاهه، كانوا هم عندهم بقى يوم باربعه على اساس ان هم ما يطلعش يتعدي من بره، والدنيا رجعت تاني. يعني ده الكلام ده من اوضه العمليات امبارح في ايطاليا، لسه في العمليات عاديه خالص، بروكوشن ما فيهاش اي استهبال خالص، انت عيان داخل لابسين فول بروتكشن، الدكاتره اكتر ناس بيقعدوا بعض، فهم عاملين ديستنس كويسه جدا كويس في اوضه اللبس بتاعتهم، عاملين البوابات بتاعتهم. البيشن اللي هو هيعمل مشكله، يعني اللي هو هيبقى مشكله ما يبقاش كارير، خدوا له الايه البي سي ار بتاعته من الاول. يعني ده بالنسبه للعمليات، يعني اذا هي الدنيا هترجع شئنا او ابينا، وهيبقى هو معانا فبما ان هو معانا هنعامل الناس كلها ونعامل التيم اللي موجود معانا. ايه برضو نقطه الضعف اللي موجوده؟ العيان انت خدت منه زميلك ذات نفسه او الحكيم اللي موجود، لو ما لقاهاش لابسه الفول بروتكشن ما تخليهاش تقف جنبك. ليه؟ لان هي اولموست، يعني لو هي مش يعني انت فكيت البروتكشن بتاعك عند الحكيم وعند زميلك عاده، دي نقطه الضعف بالنسبه ل 70%. فانت دورك برضو انت واقف
قول لها لا البسي البسي ماسك، اتليست البسي ماسك، انا مش هقول لك فول بروتكشن، البسي ماسك عشان تحميني انا، مش عشان تحمي نفسك طبعا، عشان تحميني انا. لو تقدر تخلي البيشن يلبس ماسك ده جود اند ويل. برضو الحاجه الثانيه، فرقه حصب الله اللي جايه مع العيان دي ممنوعه خالص، ده ماكسيموم واحد اللي هيبقى مع العيان، والناس الباقي كلها تطلع بره، ده كلام مفروغ منه يعني. كل ما يكون العدد كتير كل ما يكون الانفكشن هتكون موجود اكتر. اذا العيان ما يكونش معاهم خلطين كتير، العيان لو تعرف تبقى تلبسه ماسك ده جود اند ويل، معهوش ماسك ايفن حتى لما يجيب الشال بتاعه يحطه على بقه كويس، بحيث ان الكحه تيجي في الشال ده تقلل شال من الانفكشن. الفيس البروتكشن اللي موجوده الحكيمه اللي جنبك خليها تلبس ماسك، لو هتتعامل مع العيان لبسها فول بروتكشن زي ايه؟ زي البروستات. حضرتك كان في سؤال ليه في المالجنت اوتيتس اكسترنا بندي هايبر باريك اوكسجين؟ هايبر باريك اوكسجين. بص هي المشكله في المالجنت اكسترنا الفيتالتي بتاعتها عاليه جدا جدا، فبتوصل يعني لغايه 50% العيان اباوت تو بي داي، لان المشكله كلها ان هي وصلت للعظم فحصلت نكروتايزنج اوتيتس اكسترنا، يعني حصل العظم ذات نفسه. فده يزود البلاد سبلاي في المنطقه اللي فيها نكروزس بالمنظر ده. فدايما الهايبر باريك اكسجين بيستعمل في الحاجات اللي فيها دايابيتس، اللي فيها مايكرو انجيوبسي، البلاد بتاعها مش واصل كويس، فلما بندي هايبر باريك اكسجين اجوفي يعني، مش ده الاساس. احنا بندوم جلسات هايبر باريك اكسجين بتحسن كتير في الدايابيتك فود، طبعا يقول لنا الكلام ده، زيها زي المالجنا في السن. لكن دي مش الطوارئ، دي لونج تيرم. يعني احنا الاول الطوارئ عندنا ندخله المستشفى، بيكون العيان عنده فيفر وتعبان وبين وكده، يبدا يستقر في خلال اسبوع، لما يخرج مش هو في المستشفى، هيكمل 3 4 اشهر على علاج، ونبدا نديله جلسات هايبر بارك اوكسجين. هنشوف ان دي بتساعد جدا جدا، لو هو يخف بنسبه 70 هي تزوده مثلا 80. وليه بندي بنزابولتي اسايكلوفير؟ بص الاسايكلوفير ده في ثيوري بتقول ان هو ده فايرال انفكشن، فاتعملت ترايل على الموضوع ده، ادوا للناس اسايكلوفير كويس، وادوا للناس كورتيزون بس، وادوا المجموعه الثانيه الاثنين مع بعض، فلقوا مثلا المجموعه اللي خدت كورتيزون نسبه الشفاء بتاعتهم 80، اللي خدوا اسايكلوفير مع البريدنيزول لقوهم 95. فبقينا روتين بندي لان احنا فعلا الاستاذ اللي اتعملت قالت ان هي فيها الايه انتي بودز بتاع الفيروس، فهي من الثيوري اللي موجوده ان هي في فايرال انفكشن موجود او باست انفكشن من الايه الميسلز بتاع زمان. فالاسايكلوفير لما بنديه بيعلي نسبه الرجوع. الدوز تبقى كام؟ الدوز الدوز بتاعت الاسايكلوفير ولا البريدنيزول؟ الاسايكلوفير هو في الفيروس كلها 200 5 مرات في اليوم. نديها ادرينالين؟ لا ادرينالين لا، ما بنحتاجش في دي ادرينالين خالص، ما بنحتاجش فعلا ادرينالين، ده بنحتاج في الرينج القديمة بس، ده هي دي عاده تكون في الطنج بس، وبتستجيب جدا 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 للانتي هيستامينك وكورتيكوسترويد، لكن ادرينالين دي لا، ادرينالين دي بتديها في الرينج القديم. طيب في حد طالب برضو ان احنا نعيد الجزء بتاع الكيراتوزيس تاني؟ الكرياتوزيس تاني. طيب بص احنا في عندنا حاجه كده، في عيان ممكن يجي يشتكي، انا هحاول بس اجيب الصوره تاني، في عيان بيجي يشتكي ان هو دايما عنده اريتيشن في قلب الثروت. الاريتيشن في قلب الثروت لما تيجي تبص عليه تلاقي فيه نقط بيضاء موجوده بالمنظر ده، يعني ما تبص بالمنظر ده كده، ده شكلها سبوت خالص، ده بيتقال عليها اكيوت فلوكرال تونسيلايتس. عاده اللي بيجي بالمنظر ده بيكون معاه فيفر، لكن في عيان تاني ما بيجيش بفيفر تايب، ما بيجيش شيرك. طيب حاضر. فالعيان تيجي تفتح بقه، هنشوف المنظر ده فين. بالمنظر ده كده عيان يجي دايما يقول لك انا زوري بيوجعني، اوكي طب انت عندك سخونيه؟ لا ما عنديش سخونيه. تيجي تفتح بقه وتلاقيها مليانه سبوتس بالمنظر لونها ابيض كده،
طب دي اكيوت فلوكرت تونسلايتس؟ لا طبعا مش اكيوت فلوكرت تونسلايتس، العيان اللي عنده فيبر ولا هيديك ولا مليز كويس، وتلاقي فيه نقط بيضة في المنظر ده كده، وبعدين كل شويه يقول لك انا بجيب حاجه زي الحصوات كده من قلب زول، دي حاجه اسمها كرياتوزس تونس، بيجي مكان الكريبتس اللي موجوده دي يخش جزء من الاكل ويحصل فيها سم سورت من السوليديفيكيشن بالمنظر ده، فيحصل حاجه زي كرياتوزس يعني كرياتين بالظبط اللي موجود. طب نعرفها نفرقها ازاي من اكيوت فلوكرت تونسلايتس؟ ان هي ما فيش كونجيشن ولا في اي حاجه موجود، العين جاست بين، ما فيش فيه فيفر ولا فيه اي حاجه. الفكره هنا الغلطه اللي يجي يقول له انت عندك تونسلايتس ونديله يعني نديله انتي بايوتيك، انت مش محتاج انتي بايوتيك هنا، انت محتاج ان انت تشيل التونسل دي ان هي بقت منزل ان هي تعمل كرياتوزس كل شويه. فانت بالمنظر ده تقول لا انا مش هتاخد مضاد حيوي، وده مش التهاب مزمن موجود ولا التهاب حد موجود، انت محتاج ان احنا نشيل التونسل ده وتقوم مدخل ايه؟ مدخل التانج ديبروسور كده هنا في المنطقه دي، هتلاقي ايه؟ بعض الكرياتوزس ده يطلع اقول له شوف دي حصاوي هي. هتحتاج زي اي حصوه في الكليه ان احنا ايه؟ نشيلها وخلاص بس. طيب وفي سؤال برضو خاص على الكرياتوزس، ممكن تكون بسبب الباد اورال هايجين ولا ليها سبب تاني؟ لا هي بتعمل، لا هي هي بتعمل بودر لكن مش من الباد هايجين، ملهاش دعوه ملهاش دعوه انت بتغسل سنانك بمعجون ولا لا، دي طبيعه موجوده، طبيعه ان واحد عنده تونسلايتس الكريبتس بتاعتها كبيره والاكل في المنطقه اللي دي هو بيخش، ده ملهاش دعوه بالهايجين خالص، هي طبيعه جسمه، طبيعه جسمه بتكون حصوات زي الحصوات بتاعت الكدني، وهنا يعني هو كل الناس بتقول حصوات، لا هي عنده قابليه لهذا الموضوع، ده باد هايجين ما بيشربش ميه كتير، هي دي قابليه موجود التونسل بتاعته بتعمل كرياتوز، ده مش باد هايجين منه خالص، لا ملوش ذنب فيه، دي جسمه هو التفاعل بتاعه مع الاكل كده يعني. طيب في سؤال برضو ريليشن ما بين الكورونيك كاف والان تي؟ اه في طبعا الكورونيك كاف والان تي الموست كومون عندي، والبوست نيزل ديسشارج، وده مهم جدا يعني. طب احنا بنعرف ازاي الكف او كورونا الكف اللي من الاي ان تي؟ دايما 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 كورونا الكف بتاع الاي ان تي دايما بيجي ات نايت او هو العيان بادئ ينام، هو طول النهار البوست نيزل ديسشارج هو بتصرف فيه يعني بيطلعه، لكن بالليل هو بينزل فبيصحيه من النوم، فدايما اللي عندهم كورونا الكف وبتيجي بالليل بالذات والشيست فري حاجه من الاثنين، لا يكون عنده كرونيك لارنجايتس موجوده خلاص، او يكون عنده بص نزل الشارج والرجي موجود، فهي دي دايما كده يعني، لما دايما لما حد يكشف وعنده كرونيك كف والشيست فري عاده ده بيكون انف واذن، يكون بص نزل الشارج، احنا بنديله دايما ايه؟ بنديله نيزل سترويد وانتي هيستامينك كويس، ولو كان عنده ريفلكس من عارفه ما بنديش انتي بايوتيك في الحاله زي دي، يبدا العيان يبدا يخف. من العلامات المشهوره قوي اللي هي الكف اللي بيجي بالليل، لانه هو البص نزل الشارج بالليل هو بيتحكم فيه وخصوصا نايم فبصحي من النوم. تمام، هو ده كان اخر سؤال معانا يا دكتور سعد، احنا بنشكر حضرتك جدا على شكرا والله، انا استمتعت يعني بالاجتماع معاك والله في الزمن هذا الكوفيد يعني، ونتمنى ان ربنا ان شاء الله يعني بعد العيد الامور ترجع والحاجات اللي احنا بناخدها دي نستفيد منها في البراكتس، وان شاء الله يعني هنشتغل فيها ان شاء الله يعني الدنيا مش هتقف يعني ان شاء الله الامور تبقى ان شاء الله. دكتور طه حضرتك معانا؟ ان شاء الله. دكتور طه سعد، ايوه باشا، بالتوفيق يا باشا، ومتشكرين جدا على المحاضره الجميله دي. الله يخليك، تسلم يا باشا والله، انا استمتعت اكتر ان انا اسمع صوت حضرتك يعني. تسلم يا فندم، الله يخليك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوف حضرتك يوم الاحد بقى ان شاء الله، ونشوفك يوم الاحد بقى ان شاء الله يا باشا. لقيتني الاثنين المحاضره عندك، المناقشه الاثنين؟ لا المناقشه الحد والله، الحد والله. تمام، المناقشه الحد، ما اعرفش في دماغنا الاثنين. لا لا المناقشه الحد كده يعني يعني دي اول مناقشه عندنا، وان شاء الله ايه الشباب كلهم يعني بالتوفيق. الله يخليك دايما ان شاء الله. الله يخليك يا باشا، شكرا يا باشا، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. سلام حبيبي، الله يخليك. تفضل. شكرا، بنشكر حضراتكم جميعا على اللقاء الجميل دوت، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم.